انصبت الجماعة تاع المحمدية قبل شهور عدة لوحات إشهارية عملاقة في عدد كبير من ساحات المدينة. لوحات كتبية للمواطن الأوراش والمشاريع اللي كينجز المجلس البلدي المدينة تحت شعار مدينة المحمدية في قلب الأوراش الكبرى. نصب هذه اللوحات جاء في إطار ما يسميه المجلس الشفافية والوضوح وإطلاع المواطن على أي كبيرة وصغيرة. وهذا الكلام كما جاء بلسان النائب الخامس بالجماعة تاع المحمدية واللي سبق وقال ما كاين من 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 نخبيو تنبغيو نشتغلوا في وضوح وشفافية بحيث اللي شفتوا جميع الأوراش اللي في المدينة اللي مفتوحة في المدينة كلها بالبونكارت ديالها بالمشروع الاسم المشروع المبلغ المحدد للمشروع باش الساكنة تكون على اطلاع وعلى علم بجميع المسائل اللي تجري في المدينة. هذا هو اللقاء ديالنا اليوم باش كل شيء يكون عارف شنو الميزانية ديال المدينة ديالو وشنو الإكراهات اللي كانت تتعوقنا وشنو الحمد لله المسائل اللي جعلتنا يعني نمشيو بهذه المدينة ونعطيوها الوجه اللائق ديالها. إذن كما كنشوفوا في واحدة من هذه اللوحات كاين عدد كبير من الأوراش والمشاريع واللي غنطرقوا لها جميع في محمدية بريز. ونذكروا هنا أننا فتحنا في الأسبوع الماضي أحد هذه المشاريع اللي نجزنا بشأنها روبورتاج هام واللي كان موضوعها تسييج وتهيئ المقابر. أغلب المشاريع تقريبا كلها بصفة عامة هي في متطلبات الساكنة. أنا بصفتي ساكنة ديال مدينة المحمدية لسنين كثيرة هذا كان الأغلبية ديال المشاريع كانت في التبضيط في, 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 في الطرق في صيانة صيانة الاعتيادية ديال المناطق الخضراء صيانة الإنارة العمومية صيانة البنايات خلق مناصب جديدة للمعطلين لزوفري ماشي المعطلين المجازين ولكن بصفة عامة كان هناك تجاوب كبير بالنسبة لمتطلعات المدينة. وكيف ما كنشوفوا في هذه اللوحة المشاريع اللي غنطرقوا لها كتبليط الأزقة والمبلغ الضخم راكم كتشوفوه بناء مسجد بدار سعادة تهيئة ساحة سيد محمد بن عبد الله بالقصبة تهيئة المحطة الطرقية تهيئة الخزانة الوسائطية بالقصبة تهيئة المدارات تهيئة المجازر البلدية بالمحمدية تهيئة المساحات الخضراء بالمدينة. وهناك ميزانية هامة لها بهذا الشأن إضافة لميزانية كبيرة أيضا للصيانة الاعتيادية للمساحة الخضراء بالمحمدية. أيضا غنطلقوا الأشغال تهيئة المحجز البلدي. إذن سيادنا ترقبوا ربورتاجات هامة بهذا الشأن في الفقرة تاع جوج كلمات على محمدية بريس بالفينة والأخرى. إذن بين الفينة والأخرى محمدية بريس غتواصل ربورتاجاتها بهذا الشأن بما جاء في هذه اللوحات اللي نصبت الجماعة. نتلقاو غدا في الصباح بجوج كلمات.